وأشكر رعاة هذا الحفل المميز. شكرا لوزارة الثقافة اللبنانية، شكرا لمجلس السفراء العرب في كامبرا ونقابة شعراء السجن في لبنان. أهلا وسهلا بأصحاب السيادة السعادة، كل المميزين معنا الليلة، ممثلي عن الأحزاب والجمعيات والهيئات اللبنانية والعربية، أصحاب الأعمال التجارية، الزملاء الإعلاميين والصحفيين، الشعراء والفنانين والموسيقيين اللبنانيين والعرب، الحضور الكريم، أهلا وسهلا. سهرتنا الليلة رح تكون سهرة شعرية بامتياز، وبوجود الشعر الأفاضل ما بعرف إذا بحق لي أحكي أو فيني أحكي، وقديش رح يوقفوني على الدقرة، بليز ما توقفوني على الكوع بأي غلطة. الشعراء الأفاضل، بداية أحكي كلمة صغيرة. حبيبي شكرا. كلمة صغيرة اسمحوا لي بلش فيها وأقولها. ما هو الشعر؟ الشعر هو أقدم الفنون عند العرب، اتطور حتى أصبح وثيقة يمكن من خلالها التعرف على أوضاع الشعوب. الشعر هو صلاة بتحاكي الأرواح والنفوس. الشعر بيدغدغ مشاعرنا، مرات بيضحكنا ومرات بيبكينا، ومرات بيوجعنا ومرات بيسقنا من حالنا، بيولع فينا الحب والحنين. هيدا هو الشعر وهيدا هو الغزل الحقيقي. أما الشاعر ويا عيني على الشاعر، شو بدي أقول؟ الشاعر هو صاحب الكلمات الراقية والإحساس الرائع، هو اللي بيجعل من الكلمات أناديل مضيئة بالعتمة، وبيقدر يرسم بحروفه الكثير من المعاني الأنيقة. وحده الشاعر قدر يوظف حروف الأبجدية عنده وبيحركهم مثل ما بده وساعد ما بده.